طيب ابقى معي أستاذ دمتري لو تكرمت. ساعات العقيد حاتم الراوي التموضع العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية الآن كيف تنظر إليه؟ يا سيدي أنا أعود إلى العنوان الذي قلته لك، وبالتالي أقول أن روسيا قد دفعت دفعا إلى أوكرانيا. دفعت دفعا، من دفعها؟ بدون أي شك أمريكا، القطب الأوحد يفعل هذه الأفاعيل. لاحظ الآن أن وكأن الحرب تخص ولاية أمريكية، يعني أنا أرى أن أمريكا وجو بايدن متحمسين للحرب أكثر من الروس. يعني الروس زجوا أسلحتهم وأخذوا مناطق استراتيجية هامة جدا، لكن تصريحات أمريكا ساخنة أكثر من تصريحات الروس بكثير. لذلك من هنا أنا أقول أنه قد يعني تمكنت أمريكا من فرض أو رسم طريق ممر إجباري لروسيا أن تتقدم باتجاه أوكرانيا، وبقيت الآن روسيا إذا دخلت إلى أوكرانيا فقد انهارت روسيا قولا واحدا. لأنه لاحظ أن كيف يعني انهارت روسيا ساعة تنهار الموضوع؟ كلام كبير هذا، شو انهارت روسيا؟ لا لا أبدا أبدا، هي روسيا أصلا الآن يعني تقف على أرجل من قصب، ليست الدولة المتمكنة والذات الاقتصاد القوي. تتحدث عن سيناريو تفكك الاتحاد السوفيتي، يعني الاتحاد الروسي سيتفكك؟ أصلا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي يعني الاتحاد الروسي عبارة عن لملمة حطام ولم يتطور. ما لاحظنا نحن لا في عالم الأسلحة، حتى التطورات التي ظهرت تطورات خفيفة وبسيطة جدا. لذلك أنا أقول أن روسيا وضعت في حالة إن دخلت إلى أوكرانيا وسيطرت على أوكرانيا لن تكون هذه السيطرة إلا كسيطرة العراق على الكويت. لأنه لاحظ أنت من يقف مع أوكرانيا الآن؟ كل العالم يقف مع أوكرانيا ضد روسيا. يعني من الذي لم؟ يعني الصين والهند وإيران. طيب هذا كلام خطير ومهم جدا ساعة العقيد، خلينا